دكتور لو سمحت في سؤال من النادي السوري يقول لو غير الملك حسين موقفه من السلام اذا تعنتت اسرائيل ام ستسيرون موقف الملك بمعنى كونت من المسارات الخمسه المعروفه او اربعه اذا استبعدنا المسار المصري باعتباره تم منذ زمن بعيد ف عملية السلام حقيقة لا تؤثر فيها فرضيات ليس لها أساس من الواقع فالسلام قوة لا تقهر وهي إرادة عربية قبل كل شيء ودولية أيضا ولا يجرؤ حتى خصوم السلام والذين يريدون القتل والكراهية والعنف والإرهاب فإنهم لا يجرؤون على إعلان عن رأيهم مباشرة ولكنهم يخفونه بعبارات مختلفة العملية السلام مستمرة والأردن مستمر بها ونحن معها ونريدها في جميع الأحوال ونرى فيها توجها عربيا أصيلا حتى الذين قد يقفون أو يريدون إعاقة السلام على المسار السوري فهم أيضا يعلنون أن السلام خيار استراتيجي لسوريا وهذا ما أعلن أعلن الرئيس السوري أن السلام خيار استراتيجي لسوريا وحينما كان المندوب الأمريكي المختص بالسلام يأتي فإن عبارات السلام ترتفع وتكتب من المطار وحتى مدينة دمشق لكي يرى أن الرغبة في السلام هي رغبة حقيقية ففرضية التراجع هي غير واردة تحت أي ظرف نعم أول سؤال I'm Lebanese by the way I'm Lebanese أوكي. إذا لبناني طرح لكم شغلة ممتازة وما عجبتكم. أول شيء بدي أسألك أسئلة. تذكرتي بأنور السادات باي ذا واي. إنه لما كان أنور السادات عمل السلام everybody قالوا عليه إنه هو خاين. وهلا كل الحكام عم بيعملوا مثل ما عمل أنور السادات. سو يعني حكي كويس جدا بس أنا ما بفتكر في ديمقراطية في الأردن ولا الدول العربية. لأنه إذا في ديمقراطية في الأردن ليه النائب لما انتقد الملك حسين حطوه في السجن؟ مين؟ هذا مش نائب. Whatever his name. أنا ما بفتكر في ديمقراطية في الدول العربية. لا صحيح معلوماتك ما فيش ولا نائب في السجن. وصل دكتور شبيلات. شبيلات مش نائب مش نائب نقيب المهم أفرق دائما بين الإساءة والتجريح وإطالة اللسان والتشهير والبذاءة وبين الانتقاد البناء والتحاور يمكنك أن تحاورني وتقول لي إنك أخطأت وكل ما تفكر به وما تقوله غير صحيح ومخطئ ولكن لا يجوز أن تشتمني وتذمني وما إلى ذلك الذي حصل في الأردن وأنا أقول لكم بصدق أن بإمكان أي فرد أو حزب أو نائب أو شخص أو أي مواطن أن ينتقد ويقول ما يشاء ضمن هذا الإطار بعيدا عن الإساءة والتشهير وأذكر أن إحدى السيدات أقامت دعوى على جلالة الملك شخصيا ونظرت فيها المحكمة واتخذت قرارا برأوا الملك اسلوب فقط وليس ليس مطروحا موضوع الحقوق يعني ليس ان تقول اما ان تعطيني كامل حقوقي كامله وفورا او فلا سلام نحن نقول بان اسلوب السلام هو الصحيح وانه لا بد من الوقت حتى يتحقق كاملا والحصول على الحقوق ولا يعني تفريطا ولا تنازلا وإنما هكذا المعطيات وهو الطريق الوحيد العملي الواقعي الذي يقبله العالم
في هذه الأيام. ليس هناك بعصا سحرية يمكن إنجاز كل شيء وفورا. تفضل. نستفيد منه يعني. هذا ذكرني بموضوع الجبرية والاختيار الحرية. حزبية. هناك عوامل عديدة تؤثر في مجرى الأشياء، وخلافا للرغبات كان كما ذكرت لكم المتطرفون اليهود لا يريدون عربيا واحدا في المنطقة، ويريدون احتلال المزيد من الأراضي والتوسع وبناء دولة كبرى قد تمتد من الفرات إلى النيل كما يقولون، ولكن الأمور ليست بالرغبات وليست بالأهواء، فهناك عوامل عديدة تعوق وتمنع. بالنسبة لنتنياهو صرح هو بأنه مع السلام، ولكن من وجهة نظر معينة ومفاهيم معينة. والرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية لها مفاهيم أخرى، ولكن المهم أنه بدأ بين الطرفين لقاء، وينبغي أن يتواصل إلى أن تحل كافة المشاكل. أما بالنسبة للعمل السياسي فهو فيما يتعلق بقيام إسرائيل يستخدم فيها التبرير التاريخي والتبرير الديني وتراث إسرائيل وما إلى ذلك، أمور كثيرة. هذه مسألة تراثهم ومعتقداتهم، هذه تخصهم هم. وإذا قاموا بهدم مسجد لا سمح الله الأقصى لبناء هذا الاعتقاد ولقيام الهيكل مثلا، نأخذ مثل صغير على ذلك، فماذا يكون موقف مثلا؟ قد معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أن للأردن ولاية تاريخية ودينية على هذه الأماكن، وسيتم مناقشتها من ضمن مناقشات المرحلة النهائية التي ستتم بين السلطة الفلسطينية وهي صاحبة الاختصاص مع السلطات الإسرائيلية. هذا ما نقوله ولا نستبق. حقيقة بالكثير مما يقال من الدعايات التحريضية. لست محاميا مدافعا عن اليهود والإسرائيليين، ولكن الحق أقول لكم بأنني زرت الكنيسة وصرت أبحث أين هي اللافتة. علمونا منذ الصغر أن هناك لافتة على الكنيسة تقول من الفرات إلى النيل أرضك يا إسرائيل. وصلت ومعي الوفد الأردني وسألت المرافقين لننظر إلى جدران الكنيسة من الداخل والخارج ونفتش فيها، فلم نجد شيئا. هذا مثال على أن هناك دعاية الكراهية والتحريض تزور الوقائع وليست واردة. بالنسبة للمسجد الأقصى فقد زرناه وفدا رسميا، وكان معنا من الخارجية الإسرائيلية والتلفزيون الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. وحينما وصلنا باب المسجد الأقصى كان هناك موظفون من وزارة الأوقاف الأردنية هم المسؤولون عن حراسته، فسمحوا لنا بالدخول ومنعوا الإسرائيليين. وقد استغربنا نحن أعضاء الوفد الأردني كيف يحدث هذا، لو كان في بلدنا لما قبلنا بمثله. وقفت الشرطة الإسرائيلية وموظفو الخارجية والتلفزيون الإسرائيلي في الخارج، وبقينا أكثر من ساعة ونصف ونحن داخل المسجد الأقصى وتجولنا وسألنا عن حفريات وعن ما بعرف شو من هذا الكلام، ولم نجد شيئا. لا أدري هل صور لنا هذا أو رتب لنا هذا أم لم يرتب، ولكن هذه هي الحقيقة وهذا الذي حصل. فهناك احترام لحرية الأماكن الدينية.